واحد في طبعا اداء اللاعبين النهارده. طبعا، لان هو مسجل هاتريك فلازم ياخد رقم واحد الاعلى تقييم. رقم اثنين حسين الشحات، انا بسميه الحريف. ليه الحريف؟ لانه اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه في المباراه، 6 مراوغات ناجحه، بيفوت في واحد على واحد، حتى الجون فيه ترقيصه للجون، يعني حتى الهدف اللي جابه نايم الجون وراح حاططها، دي ترقيصه تهويشه، يعني حاجه محترمه جدا. حسين الشحات بصراحه لعيب رايق، مراوغاته الناجحه واصله لسته، هو تاني اكتر لاعب عامل محاولات بعد وليد سليمان. بص حضرتك في الهدف، نايم الجون وحطها في الزاويه الثانيه على الثابته، الناحيه الثانيه. ايوه، تاني اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى بعد وليد سليمان. وليد سليمان 5، حسين الشحات 4، منهم 2 صح. تاني اكتر لاعب عامل كرات عرضيه بعد علي معلول، عامل 7 كرات عرضيه منهم 3 صح. برضه حسين الشحات يعتبر صنع فرصتين، الفرصتين اتسببوا في هدفين. الفرصه الاولى كانت من الضربه الركنيه، واحنا اتكلمنا قبل المباراه على نقاط الضعف في فريق جونه، الضربات الثابته. الهدف الاول جاء من ضربه ركنيه اتسبب فيها برضه حسين الشحات، لعبها ليه معلول، معلول لعبها لوليد سليمان. والهدف برضه اللي هو بتاع، في هدف تاني برضه هو صنع، يعني يعتبر صنع فرصتين لحسين الشحات. نسبه دقه التمريرات القصيره لحسين الشحات 65.7 من 10، عامل كام تمريره طوليه؟ 9 تمريرات طوليه، وده رقم كبير جدا، يعتبر ثالث اكتر لاعب في الفرقه عامل تمريرات طوليه بعد عمرو السوليه وبعد رامي ربيعه. رقم كويس بيأكد، وبرده حصل على خطأين. رقم التمريرات الطوليه ده بيأكد ان حسين الشحات عنده حته الرؤيه ممتاز جدا، بيدي تمريرات طوليه. اذا حسين الشحات قدم مباراه كبيره، يستحق تاني اعلى تقييم بعد وليد سليمان. الثالث وهو